انت ماشي وين؟ مكتوب في الكتاب ادخلوا بالباب ضيق عشان الباب اللي يودي ناس للجهنم وسيع ودرب هين وناس كثيرين يدخلوا بيع ودرب اللي يودي ناس للحياة قاسي بالحين وباب ضيق مرة واحد وناس شي بس يلقوه الدرب الوسيء هين وكل الناس ماشين فوقه كان ما شالوا النية يمرقوا منا الناس الماشين في درب دع قاعدين يتابعوا أباحاتهم والأخوانهم والرفقانهم ومن يفكروا كثير في ردع الناس وخايفين من زعل الناس في درب الوسيع الواحدين مسلمين والواحدين مسيحيين والواحدين ما عندهم دين لكن كلهم قاعدين في درب الوسيع ومن يتابعوا أخوانهم بلا فكر ما قاعدين يفكروا في رضا الله يدوروا رضا الناس بس وناس في درب الوسيع ده كثيرين مرة واحد وداء درب اللي يودي ناس في الجهنم درب آخر كل قايد وضيق وقاسي ما هين لنادم الماشي فوقه هو يفكر في رضا الله وما يفكر في رضا الناس الماشي فوقه يخلي منا كل شيء الله ما يديده الدرب ضيق قاسي يتلى فوق وأبدا ما أملس الماشي فوقه يلقى تعب ناس شي بس ماشين فوقه صحيح الدرب ده قاسي وضيق لكن هو يودي ناس الحياة نادم ما يدخل في جنة في درب آخر عيسى المسيح بس قال أدخلوا بباب ضيق وهو كله قال أنا الباب اللي يدخل بي أنا ينجى أنا بس الدرب والحق والحياة ما في نادم يلحق الله إلا بي المسيح ينتي السلام وتحرير القلب والغفران والحالة السالحة لنادم اللي تاب دربه الناس اللي تابوا الدرب ده يخلوا منهم كل الذنوب ويلقوا الحياة النادم اللي تاب الدرب ده يلقى من الناس تعب لكن الله يرضى به الباب اللي يودي الناس للجهنم وسيع ودربه حين وناس كثيرين يدخلوا به ودرب اللي يودي ناس للحياة قاسي بالحين وباب ضيق مرة واحد وناس شيء بس يلقوه انت ماشي وين؟